جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. وصل في الموضوع. نحبك لو كان تسمح ترد على السيد عدنان منصر اللي طلع معنا على اللونتين الحقيقة، واللي أكد أنه لابد من فتح تحقيق قضائي، ولمح إلى أنه رئيس الحملة الانتخابية لمنافس المنصف المرزوقي نقطة استفهام في الاتهام. أنا بادرت برفع قضية في القضاء ثقة مني بما أقوله. اسمح لي نسمعك عدنان منصر ونجاوب عليه. هذا عدنان منصر شقة. قلت لك أنا بدرت بالذهاب للقضاء وحدي لقناعة مني وثقة مني بصحة ما أقوله، بأنه ما عندنا حتى علاقة بهذا الموضوع. يبقى للشيء الآخر اللي قاله، أنا الآن المسؤول الأول في حزب هو تقريبا الحزب الثالث في البلاد. أنا من رد كان على المسؤول الأول في الحزب متاعه، هذا يسير من ردش عليه. ما تردش على عدنان، ترفض الرد. يخرج المسؤول الأول في الحزب متاعه ونتحدث أنا وياه، من ردش عليه تو نشوفوا اذا كان الناطقين الرسميين في الحزب يتعاملوا معهم. طيب نجموش نعرفوا على الاقل محسن مرزوق فاش يخمم، شكون الاطراف اللي وراء هالحمله التشويهيه كما يراها هو؟ واضحين هم نفسهم الناس اللي قاعدين الان قايبين الدنيا في وسائل التواصل الاجتماعي. الناس كل تعرفهم، الصفحات معروفه، نفس الصفحات التي عملت مع بعضها في خلال الحمله الانتخابيه التشريعيه وخلال الحمله الانتخابيه الرئاسيه. تقريبا صحافه الترويكا القديمه نحي منها التكتل. ترويكا القديمة معناتها النهضة والسبير. نعم، صفحات النهضة وصفحات السبير المعروفة والناس كل تعرفهم، والناس اللي هما يتعاملوا مع التواصل الاجتماعي يعرفوهم، وظاهر أن هي عملية منظمة بشكل كبير وبشكل واضح ومحدد. تتهمهم مباشرة المراد تشويه؟ لا أتهمهم مراد تشويه، لكن أنا توا من وراء التشويه هذه مسألة قضائية، وأنا سأذهب في الموضوع القضائي الآخر وسأطالب بكل اختبارات الفنية مهما كانت تعقيدها، لأن الموضوع هذا من وراءه ومن يقف وراءه لابد أنه يكشف، لأنه هذا مافيا أخرى ولا داخلة اللي هي تحب تحول الحياة السياسية التونسية إلى مجال إشاعات. أنا سؤالي، من له مصلحة في ضرب الطبقة السياسية التونسية؟ كل شيء كان اللي قاعد يحضر في حكم فاشيستي جديد، حمل همامي شرات بنته سيارة بطريقة عادية، ولات سيارة فخمة وفاخرة ودرشنية، وصارت فضيحة، طلعت بعد حكاية فارغة ما فيها حتى شيء. الراجل تشوه هو عائلته لمدة أسبوع أو أسبوعين، والقضاء نصفه، وشفناها الوثائق شنية، سيارة معناها عادية جدا بمعناها أسعار معناها أكثر متوسطة، أرخص بياسر من يشريم أي واحد سيارته في كذا. أنا معناها أكثر مرة معناها صارت حوايج من نوع هذا. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.